اهلا بكم. النهارده عندي ثلاث اربع حاجات حلوين قوي في الاسنان قوي. اول دراسه مهمه او اول معلومه مهمه، انه فتح الفم اثناء النوم يضر بالاسنان جدا وممكن يؤدي الى تسوس. ما تفتحش بقك طبعا، مش هقول لك ما تفتحش بقك، عالج مناخيرك كويس، عشان ساعات فتح البق بيبقى نتيجه انه المناخير مسدوده، لدرجه ان هم قالوا ان لها نفس اضرار شرب المياه الغازيه. يا شرب المياه الغازيه بيضر؟ طبعا بيضر جدا. حاجه ثانيه برضو مهمه قوي قوي من ضمن المعلومات الرائعه، الحاجات العضاده على السنان دي في منتهى الخطوره للاطفال. ما تجيبوش اي حاجه تتعض على الاسنان، العضادات بقى اللي هي بتاعه اللي بتتحط في بق الطفل عشان يسكت، دي في منتهى الخطوره وليها مخاطر. غير كمان الانفكشن، العدوى اللي ممكن تكون مسؤوله، لقوا انها بتضر بتكوين الاسنان بشكل كبير. برضو مهم قوي قوي انه الدراسه لقوا ان الستات اللي ما بتهتمش باسنانها صحتها العامه بتبقى اكثر عرضه للمشاكل، واكثر عرضه للمشاكل القلبيه والشرايينيه، وضغطهم بيعلى. اللي ما بيهتمش باسنانه وما بيظبطهاش بعد سن الياس بالذات، لقوا انه بيحصل لهم اصابات كثيره قد تكون خطيره على مستوى الجهاز الدوري، على مستوى القلب. ده كلام مهم جدا جدا جدا. النهارده حوار مثير الحقيقه، لانه هيجمع ما بين العلم، وهيجمع ما بين التنظيم في الاداره، وهيجمع او يشير الى انه كيف تستشف انت داخل على ايه؟ داخل على كيان مبني على نظام علمي منتظم او منضبط، له خلفيه علميه اجتهد في صناعتها، ام أنت تدخل على مشروع تجاري مثلا، على شيء ليس له علاقة من قريب أو من بعيد لا بالعلم ولا بالتنظيم ولا بالأكاديمية المعروفة عن طب الأسنان. هذا أمر يبدو أنه سيكون مثير. نعم، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة، صاحب الأداء الرائع والحضور الكاريزمي المتميز والتنظيم، هابي بيسعدني جدا بتنظيم منظم للغاية، استاذ الدكتور كريم ابراهيم. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطه الديزاين. افكار الناس عن الزراعه ساعات بتبقى غلط خالص. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. في انجلترا يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان؟ علميا مفيش حاجه اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس، هو الزراعه. نسبه السكسس ريت بتتخطى ال 95%. الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم، زميل الكليه الملكيه لتجميل الاسنان جامعه ادنبرا، استشاري التركيبات الثابته لتجميل الاسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزماله الدولي لتجميل الاسنان. ضيف العزيز دكتور كريم ابراهيم، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. عايز اسالك سؤال قد يبدو يعني في من اقول لك ايه في من البراءه، سؤال بريء. هو في خناقات بين التخصصات، ولا في تخصص هو الملك والباقي كله بيخدم عليه ويجي؟ يعني في درجه، يعني في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان؟ والله اقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن، تخصصات طب الاسنان كتير، يعني وصلت ل 18 قسم بيشتغلوا مع بعض. علميا ما فيش حاجه اسمها كده، يعني علميا ما فيش قسم يسيطر على قسم، بس في قسم الناس بتهتم بيه قوي وبالذات الفتره دي، عشان كده احنا من وجهه نظري بعتبره اهم قسم في طب الاسنان، قسم اسمه قسم الريستوراتيف. ايه الريستوراتيف ده؟ الاستعاضه. ناس كتير ما يعرفوش، هم يسمعوا عن التجميل، دكتور بيعمل تجميل الاسنان. لو سافرنا بره قعدنا مثلا في انجلترا او في اي دوله ثانيه وقلنا لهم احنا بنشتغل كوزماتيك يضحكوا علينا. مفيش حاجه اسمها كوزماتيك، مفيش حاجه اسمها تجميل، مفيش قسم اسمه تجميل في طب الاسنان. هو في قسم اسمه ريستوراتيف. الريستوراتيف ده ازاي تقدر تعوض الاسنان وتستعيدها وتعمل سمايل ميك اوفر وتغيرها عن طريق ادوات معاك. فهو الكلمه العلميه لكلمه التجميل اللي بتستخدم كماركتنج اكتر عشان الناس تفهمها ان احنا نعمل سمايل ميك اوفر او نغيرها، هي كلمه الريستوراتيف، تعويض الاسنان. قسم الريستوراتيف في ادنبرا
هو الملك بالمعنى اللي حضرتك قلت، هو القسم اللي يقدر يدير تريتمنت بلان فيها 8 او 9 اقسام، بس هو المسؤول عن التريتمنت كلها. هو اللي يقول بتاع الجراحه هيدخل امتى، هو اللي يقول بتاع التركيبات يدخل امتى، هو اللي يقول بتاع علاج اللثه يدخل امتى. فوجود دكتور دارس في قسم الريستوراتيف متهيألي من وجهه نظري اهم قسم يقدر يدير مجموعه كامله. الاستعاضه بالظبط، الاستعاضه اللي هو الحصول على شيء مفقود باللغه البسيطه، يعني حاجه اتفقدت بنرجعها تاني. وفي القصر العيني ابتدوا يعني ينتبهوا للنقطه دي، ما كانش في قسم ريستوراتيف ابتدوا يشتغلوا يعملوا ماستر ريستوراتيف ويعملوا بي اتش دي ريستوراتيف، لان اكتشفوا ان العالم كله بيشتغل عليه. ماستر ودكتوراه للريستوراتيف ده الاستعاضه. يس الاستعاضه. عايز اروح برضو النقطه مهمه، التكنولوجيا والمهاره، التكنولوجيا والمهاره هل هما برضو في تنافس في خناقه، ولا في الاثنين بيحافظوا على بعض؟ التكنولوجيا تحافظ على المهاره، والمهاره المفروض انها بتحافظ على التكنولوجيا. بالطبع بالطبع الاثنين بيحافظوا على بعض. وجود التكنولوجي من اهم الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها، وبالذات في ظل ماركت سريع زي طب الاسنان. انا متهيالي من وجهه نظري ما عداش علينا من خلال 5 سنين 3 شهور ما نزلش فيها جهاز جديد او نزل فيه تحديث جديد. يعني هدي مثال بسيط، السرك، كلمة السرك كلمة كبيرة، لكن أنهي سوفت وير، أنهي ديزاين جديد، أنهي كاميرا هتصور بيها. فالسرك بقاله 4-5 سنين كل 3 شهور ينط، كل 3 شهور بيعمل تغيير جديد. فبقت كلمة السرك كلمة عامة، لكن الفيرجن اللي من 5 سنين ده ما حدش بيستخدمه. البلو كام، الكاميرا اللي كنا بنصور بيها البيشنت من 5 سنين ما بقتش موجودة دلوقتي، بقينا بنستخدم كاميرا أحدث نقاها أعلى. فالتكنولوجي حاجة كبيرة، بس دايما انا ابتدوا الناس يسموني هنا عدو التكنولوجي، من كتر ما انا كنت بقول يا جماعه ما تخلوش الاجهزه تسيطر على الدكتور، ارجوكم ما تخلوش الجهاز يبقى هو الشاغل الاكبر. لدرجه ان جالي بيشنت كل ما ادخله عندي المكان اقول له مثلا تعمل ديجيتال اكس راي، خش تصور عشان تعمل ديزاين، يقول لي يا دكتور ما انت عندك الحاجات دي، هم اللي بتتكلمش ليه؟ قلت له انا ده اتعلمته، انا اتعلمت في ادامبرا ان العلم اهم حاجه، النولج اهم حاجه، والتكنولوجي تيجي في المرتبه الثانيه. درز الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، حد يقدر يسيطر عليها، وبالذات في نقطه الديزاين. الماشين ما بتعملش ديزاين، لكن بتصنع اللي انت عايزه بسرعه، بتصنعه في اقل وقت بدقه متناهيه. فالتكنولوجي بتكمل العلم، بتكمل المهاره، لكن ما بتنفصلش عنها. وده مهم. قسم الزراعه، قسم الزراعه وجدنا ارتباط وثيق جدا بين قسم الزراعه والتجميل، ده طلعوا يعني كانهم اوضه واحده. صحيح. بس الناس عندها افكار كبيره وثابته، وانا نفسي بشوف الافكار دي في دماغ بعض الناس، ولما بننزل الكاميرا سجل معنا الناس بنسمع عجيب. افكار الناس عن الزراعه ساعات بتبقى غلط خالص. ايه اكتر حاجات اللي ممكن تسمعها عن الزراعه؟ وبرضه عايز اعرف اهميه الزراعه بالنسبه للتجميل. والله يا دكتور ايمن، انا اشتغلت على قسم الامبلانتس عندنا او الزراعه بشكل كبير خلال السنين اللي فاتت. كان تركيزي كله ان الناس كانت متخوفه من الزراعه بسبب زي ما حضرتك قلت افكار مغلوطه كتير عندهم، وصراحه بسبب نتائج ما كانتش بتبقى دايما جيده، ما كانش بيبقى استخدام الزراعه لبعض الناس بدقه شديده، والزراعه محتاجه دقه متناهيه. حضرتك عارف ان اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس، هو الزراعه. نسبه السكسس ريت بتتخطى ال 95%، في حين حتى التركيبات الثابته حتى القشور ما بتتخطاش ال 90% في الاكاديميك بوكس. نسبه النجاح تصل الى 95% بالظبط، ده اكاديميك بوكس. يعني في الكتاب اللي الطلبه بشرحه لهم بقول لهم ان السكسس ريت بتاع الامبلانتس اعلى سكسس ريت، اعلى نسبه نجاح، بس اللي اتعملت مظبوطه. فابتدينا ندرس الناس بتفكر في ايه، وابتدينا نجمع شويه حاجات تيبس هم بياخدوها بشكل اشاعه ويبتدوا يعتبروها حقيقه. اول اشاعه هي ان الزراعه ما بتتعملش لكبار السن. يقول لك انا كبرت ما اقدرش اعمل زراعه، اقول له ده احنا اصلا دي سمعناها من الناس في الشارع، يعني سجلنا لهم في الشارع واحنا بنسمعها كتير في الكلينك. فاقول له ده الزراعه احنا فكرنا فيها لكبار السن، يعني السن الصغير ما كانش بيفقد اسنانه بالشكل الكبير، فما كناش او بنعوضها له بالتركيبات الثابته او. فالامبلانس خاصه بكبار السن، دي معموله عشانك اصلا، معموله للناس اللي فقدت كميات كبيره من اسنانها جدا وعايزين نقدر نعوض لها. فالزراعه او الامبلانس معموله مخصوص عشانك لكبار السن. اخر بيشنتس عندي كانت 64 سنه متخوفه من طب الاسنان، بعد ما خلصت وبعد ما خلصت الزراعه بتاعتها عملت 4 زرعات فوق و6 زرعات تحت، جابت يعني خالتها 84 سنه تعمل امبلانتس بعد ما زال التخوف ده. فدي اول نقطه، الزراعه لكبار السن مخصوصه لكبار السن عشان يعوضوا اسنانهم. تاني نقطه، نقطه العدد، ودي نقطه
هنشرحها هنا يا دكتور، مفيش حد بيتكلم عنها قبل كده والناس كانت بتتخوف عنها كتير. مريض الزراعة بيتخيل انا عندي كام سنه وضرس ناقصين، فيقول مثلا عندي 10 ضروس ناقصين، لا دول كتير قوي اكيد مش هعرف ازرعهم، ولا من الناحيه الماديه ولا من الناحيه الصحيه. مش لازم عدد الاسنان اللي ناقصه عندك يبقى عدد الزرعات اللي هيتحط في بقك، يعني احنا ممكن نحط 3 او 4 زرعات ونعوض بيها الفم كامل بالتركيبات الثابته نحمل عليه بالظبط. فما تتخوفش ولا من الناحيه الماديه ولا من الناحيه الصحيه. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. لا 12 سنه انا ممكن احط 3 او 4 زرعات. فكر يقول لك فين الارض اللي هزرع فيها ال 12 زرعه بالظبط، وانا هستحمل كل ده والناحيه الماديه هتبقى بالنسبه لي ايه. فكل ده لازم تلغيه. انت لازم تروح لدكتور تقول له حط لي ديزاين، انا محتاج كام زرعه عشان اعوض اسناني. اقصى عدد نحطه في الفك السفلي مثلا 6 زرعات، تعوض بيها كل الفك بتركيبات ثابته في اعلى الاحوال 6 زرعات بس. فما تقعدش تعد اسنانك وتقول انا محتاج كام زرعه، لا روح للدكتور واساله انا محتاج كام زرعه. ثالث نقطه الوقت بتاع الرابع النقطه دي احنا عمالين نرش اشاعات وافكار مغلوطه. الوقت ده الوقت قاعد يقول انا هقعد 6 شهور، مين قال كده؟ دلوقتي الامبلانس الجرماني والسويسري بتقعد شهر ونص، يعني كان زمان لازم احط الزرعه واستنى تلتئم في العظم لمده 6 شهور، دلوقتي خلاص قضينا على النقطه دي، ابتدينا نستخدم ادفانسد امبلانتس، امبلانتس حديثه جدا تقدر تلتئم بالعظم من بعد شهر ونص نبدا نركب. ده غير ان في حاجه اسمها الاميديت لودنج اللي انت تقدر تخرج من الكلينيك بطربوش فوق السنه بتاعتك، ودي بنعملها في حالات الاسنان الاماميه بالذات، المريض مش هيقدر يخرج ولا يوم. ففي بعض الحالات بنقدر نشتغل يعني مثلا الموضوع. احنا قلنا ايه برضو ندخل الكلام مع كلينيكال يعني، واحنا برضو لسه في السؤال صحيح ده سن كبير، ده انطبق عليه الرد في كل اللي انت قلته صحيح، ده سن كبير عدد كبير صح صحيح، واعتقد كمان ده سن كبير قوي يعني مش سن متخطي 80. الراجل كان ظريف جدا في قمه التفاؤل دمه خفيف جدا دمه خفيف جدا وقعدنا نتكلم معاه، قال لي دكتور انا عندي حلم واحد. قلت له ايه؟ قال لي نفسي الاقي عندي اسنان بيضه زي اللي بشوفها في التي في. فهو كان جايب اسنان ناقصه وبقيه الاسنان اللي هنا محتاجه شويه علاجات. فعملنا له ايه؟ قال لي يا دكتور طبعا انا اكيد مش هستحمل الزراعه. قلت له مين قال كده؟ انا عندي اكس راي او اشعه، استنى لما نتفرج على الاكس راي واقول لك تستحمل الزراعه ولا ما تستحملهاش. لما عملنا السي تي، ودي مهمه كنا لسه هنقولها في الاشعاعات، ان ما فيش دكتور زراعه يعمل زراعه من غير اشعه مقطعيه. طب نوقف احنا كده بس ايه بنوري ده احنا ماشيين لسه في السؤال دي الحلقه قبل دي الحلقه قبل. الشكل خلين اول ما جانا خلينا نقف شويه ارجع برضو لحته المعلومات المغلوطه انه انت قلت لي كمان انه في ناس عندها اعتقاد انه ما تعملش اشعه مقطعيه. ما فيش حاجه اسمها كده في الدنيا، لو كده تروح مسلم على الدكتور وماشي. الاشعه المقطعيه راح على مهلك خالص في الحته دي. الاشعه المقطعيه اهم حاجه في الزراعه. انا لازم ادرس حاله العظم كويس قوي ولازم اعرف انا هداخل على ايه، وده اللي عمل تطور في الزراعه. اما نسلم على الراجل وامشي بقى امتى؟ يعني المريض اللي يدخل على الدكتور يلاقيه هيعمل له زراعه وهو ما شافش اشعه مقطعيه يسلم عليه شكرا يا دكتور ويتوكل على الله. سلام عليكم. بالظبط. ليه يا رب يا معلم؟ ده بيرجع بيه 30 سنه لورا. ليه؟ قبل كده كانت الزراعه مخيفه. ليه؟ الجراح لسه بيفتح ويبص ويشوف بقى حالة العظم ويشوف هيحط الزرعة رقم كام ويحط طولها كام، الكلام ده اختفى. أنا بدخل على حالة الزراعة عندي معلومات أكتر من الجراح، أنا درست كل حالة العظم قبل ما الدكتور يشتغل. عشان كده بقول لهم إن الزراعة بتاخد 10 دقايق شغل، يبقى ممكن ناخد لها ساعة دراسة أو ساعتين دراسة، لكن 10 دقايق والعيان بيشتغل. ليه؟ أنا درست كل حاجة، حطيت الزرعة في 10 دقايق. فالمريض ده قلت له صدقني إن أنا بعد ما أشوف السي تي بتاعتك ممكن تبقى عندي افضل من شاب عنده 22 سنه في حاله العظم، مش شرط. قال لي يا دكتور انا عندي سكر. قلت له بره في انجلترا يحاكموك، يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي، من اي مريض عادي. يعني مريض السكر الكنترولبل يتعامل زيه زي اي حد. في حاجه اسمها كنترولبل دايابيتس، السكر اللي العيان متابع مع الدكتور وبياخد الدواء بتاعه بانتظام لازم يتعامل كانه مريض عادي. الانكنترولبل هو اللي نقف. الراجل اللي مش ماشي مظبوط مش بياخد الدواء، لا نعمله كنترولبل الاول. فقال لي عندي سكر. قلت له لا يعني لا يا شيء، ما دام انت كنترولبل متابع مع الدكتور بتاعك. عملنا السي تي لقينا الوضع ظريف، وكان هيعوض الاسنان الاماميه اللي حضرتك شفتها مخلوعه دي بزرعات. قال لي طبعا احنا نزرع بقى 6 زرعات، انا عندي 6 اسنان ناقصه. قلت له لا احنا نزرع زرعتين بس ونحط عليهم بريدج 6 يونت. فالراجل ده ابتدينا نصحح له كم معلومات، ابتدينا نوريه له طول العظم وان طول العظم مناسب جدا وان احنا نقدر نستخدم الزرعه ونبقى في امان جدا. وكان عنده مشكله في الوقت،
فاتفقنا معاه ان خلال شهر ونص هنكون ركبنا كمان على الزراعات. وبقى جال ملعبنا بقى اللي هي قسم التجميل بقى، ازاي هنحط التركيبات الثابته ورا ونحط جنبيها الزراعات قدام ونعمل شكل جميل. والنقطه دي الراجل كان عنده ثقه كبيره فينا وابتدى يشوف شكل اسنانه وابتدى نوري له الديزاين على الكمبيوتر، وابتدى مرحله من الثقه ورا الثقه لحد ما وصلنا للشكل ده. ده انا هقول لكم بقى ان وشه هيتغير، ابتسامه الراجل ده من اجمل الابتسامات اللي شفتها. ما هو هيتغير مع الوقت كمان، صحيح هيرجع تاني لحته الانخساف الشديده اللي هي بتاعه الوش اللي حاصله من ما فيش اسنان، لا هترجع تاني. صحيح. يعني لو ست كانت هتبقى عندها اعتقاد انها محتاجه فيلر، بعد ما تعمل سنانها بالشكل ده هتلاقي نفسها محتاجه فيلر. لان في جزء لازم نبقى فاهمينه، ان بيحصل ليب سبورت نتيجه وجود الاسنان، بيحصل بعض من الليب سبورت. صحيح في جزء معتمد على البون او العظم، لكن الشكل الرئيسي اختلف، الضحكه اختلفت. الراجل ده وعدناه ان احنا هنحقق له الحلم اللي جه قاله اول يوم، وكان يوم النتيجة النهائية كان حاجة ظريفة وعظيمة بالنسبة له. والله أنا بشجعه أنه هو كمان حتى يعني خده، يعني خد ابتسامة شباب. يس. يعني هو قال لي قال لي يا دكتور أنا عارف أن أنت مش موافق، وعارف أن أنت عايز تعمل أسنان أغمق شوية عشان أنا سني كبير، بس ده حلم نفسي أحققه. يتبسط يعني. فالتيم بصلي التيم بتاعي يا دكتور، قلت لهم ذا بيشنت ويش، في وقت لازم احط البيشنت ويش او رغبه المريض قدامي. طبعا طالما مش متناسق اصل اللون مش متنافي مع الطب مع العلم، انما بضروش اقدر اعمل له لون. في مريض تاني اصر بقى، يعني مثلا 40 50 سنه مثلا وعايز يعمل اسنان فاتحه، افضل اقنعه مره واثنين وثلاثه ان احنا خصوصا لو كان خافق قوي. صحيح. يعني لو كان هو البشره برده بالظبط، هي دي النقطه. الراجل ده كانت بشرته فاتحه جدا، فساعدتني ان انا اوافق على الشيء ده. ما زلنا برده في السؤال، واضح ان هو عنوان الحلقه تصليح مفاهيم خاطئه حول الزراعه. صحيح. في مفهوم تاني حول الزراعه؟ في مفهوم، انت قلت كذا مفهوم، احنا نعيد بس المفاهيم بسرعه. يعني احنا قلنا كبار السن، ان كبار السن الزراعه معموله عشانهم. قلنا عدد الزرعات، ما تقعدش انت تعد عدد الزرعات وتتخيلها، لا احنا اللي نقدر نحط لك تصميم باقل عدد للزرعات. ثالث نقطه الدايبيتس او السكر، ما تعتبرش عشان انت مريض سكر ما يمنعكش مش هينفع الزرعات. رابع حاجه قلنا الاشعه المقطعيه لازمه، لو ما عملتش اشعه مقطعيه قبل الزراعه انت بتتعرض لخطر كبير. فدي معظم الحاجات اللي احنا سمعناها، وكل حلقه ممكن نشتغل ونشوف ايه اللي الناس. طب انا هسالك على حاجه برضو في معلومه مغلوطه يطلع مش عارف حد يقول لك ايه، الزراعه برقم يقلقك، اسعار تقلقك قوي. يعني بقى للاسف بقى الشديد بقى احنا بننزل بمستوى الزرعه لمرحله بيخلي السكسس ريت ونسبه النجاح اللي احنا قلنا عليها عاليه قوي تقل كتير. ما هو ده موجود. بالظبط، وخصوصا في بعض المراكز اللي مش بيديرها اطباء. وعشان كده انا بقول ايه، اقول للمريض كده، يا دكتور ما انا بسمع اسعار زرعات قليله. اقول له اسمي اهم من حالتك، انا اسف. لازم استخدم زرعه ابقى مطمن. انت عارف حضرتك ان جيرماني اللي هي اعلى انواع الزرعات في العالم فيها انواع قليله، يعني تبقى زرعه الماني بس الشركه ضعيفه. حتى وهي الماني. فاحنا حتى جوه المانيا نفسها بقينا بنختار انواع الشركات اللي نتعامل معاها. فهي فكره الزراعه، انا بقول له في من صحيح من اقل الحاجات، في بتوصل للزراعه اللي هي الزرعه اللي هي صناعه محليه خالص بتتصنع في مصر. صحيح مستخدمه بس ما تضمنش سكسس ريت عالي، ما تضمنش مثلا ان انا ابعت ايميل للشركه اقول لهم معلش الزرعه دي حصل فيها مشكله، ابعتوا لي واحده في الشركه اللي انا بتعامل معاها في يوميها بيكونوا بعتوا لي. ربنا يوفق. من بس في مصر انا بدعو انه يا ريت نعمل زراعات صناعه مصريه، بس احنا في الاخر بنتكلم على كواليتي. بس اللي يعملها الدوله، يعني انا اتمنى الدوله بقوتها مؤسسات الدوله هي اللي تعمل المانيفاكتشرنج ويقدر يطور طب الاسنان هنا ويعمل مصنع عملاق والناس كلها بتتوق ان تلاقي زرعات بقى مصريه بس بكواليتي عاليه. يعني ليه، انا بس عايز اضمن انه الدوله بقوتها ليه، عشان تدعم انه الكواليتي تبقى معموله عاليه جدا. صحيح. او بتبقى خاصه بس يكون اللي وراها منظومات قويه، يعني مش ناس مش، وده هيحتاج وقت وهيحتاج جهد. فاحنا في الفتره الحاليه لا، هنعتمد على الحاجات اللي سبقتنا بكتير اللي قادره تمانيفاكتشر زرعه بشكل كواليتي عالي جدا. طيب الحاله الثانيه بقى، الحاله الثانيه تجميل اكتر. التجميل اتكلمنا عليه
ان ده ملعبنا احنا واحنا قعدنا نقول ان احنا انت جايب حالات صعبه قوي. الناس على طول تقول لي دكتور ليه الحاجات دي. اقول لهم يا جماعه يعني الناس دي هي اللي من حقها تشوف صورها ومن حقها تعرف ان هي حصل تجميل. الناس بتخاف من الحالات بتاعتنا قبل. لا بالعكس قبل الشغل. بالعكس احنا بنجيب الاصعب عشان يبان ان الاسهل بالظبط. وده انا بحاول اقنعه للناس مهما كانت حالتك لا احنا قادرين ان احنا نغير. انا فاكر مجموعه الحالات بتاعت الامبوسيبل كيس. صحيح رائعه كانت. صحيح صحيح جميله. فالكيس دي كانت متخيله ان هي لا امل بقى. نو هوب. عندي اسنان اتكسرت على الجنب اليمين والجنب الشمال عاملين اوفرلابنج بالشكل ده. التهابات في اللثه شديده حوالين الاسنان. والمريضه دي كانت بتقول لي طب انا دلوقتي هجمل اسناني ازاي وانا اصلا اسناني مش منتظمه. يعني في سنه صغيره جنبيها سنه كبيره ما عندكش انتظام ولا في حاله اللثه ولا في الشكل الداخلي ولا في البايتنج في العضه. الحالة دي من أصعب الحالات التجميل اللي احنا اشتغلنا عليها لأن كان عندنا كل مشاكل الدنيا فيها. ابتدينا نجيب السيراميك اللي هو البلاك بتاع اللي بنعمل منه الكراونز وبنعمل منه الفينيرز اللي هي القشور والكلام ده. وابتدينا نقول احنا هنلعب براحتنا. يعني هنعمل كراونز بسمك معين وهنعمل قشرة بسمك معين عشان أقدر أوصل لشكل متناسق. ودي بقى النقطة المهمة دكتور أيمن ونبهنا ليها كذا مرة. الديزاين التصميم حرك عارف الفاشن والفساتين و و و طب الاسنان بقى كده. الدكتور ناقص فعلا بعد ما يخلص الديزاين يمضي عليه. فانت مهما كانت قدامك ماشين وانت دماغك مش شغاله مش هتعرف تشتغل. مش هتعرف تعمل ديزاين مظبوط. فاحنا كان كل تركيزنا ان احنا ننسى التكنولوجي شويه ونركز في التصميم الرسمه. هنرسم اسنان زي دي ازاي ونرجعها للوضع الطبيعي. ابتديت ادخلها على السارك وابتدينا نعمل لها ديزاين للاسنان وابتدينا نحط شكل الانتظام ونبعتها لها على الواتساب بتاعها عشان تصدق ان النتيجه هتبقى ظريفه. وده كان الشكل النهائي. لو حضرتك شفت الصور قبل وبعد جنب بعض لا يمكن تتخيل ان دي نفس المريضه. عملنا عملنا اسنان منتظمه جدا اشتغلنا عليها بشكل مميز جدا وكانت النتيجه النهائيه بالشكل ده. روعة روعة. لو خدنا قبل وبعد هتجد انه فارق شاسع. يعني حتى الشفايف انتظمت. يس. وده احنا تدخلنا فيه ارتاح الناحية الشمال في الشفة الشمال لسه برضو عالية سنة بس صحيح. برضو ارتاحت شوية افضل بكتير شوي. اشتغلنا عليها كفاية ان حجم الاسنان بقى متناسق ترتيبهم بقى متناسق. وده كانت اهم نقطة عندنا بالنسبة لنا. أدنبرا ما زالت هي يعني الجامعة الأعلى والأعظم في أوروبا وأنا أتشرف من أن انتميت لهذه الجامعة. جامعة أدنبرا لما أنا بجيب بلكسيرة أدنبرا يعني نظام انضباط بشكل كبير جدا سواء في الطب البشري أو في طب الأسنان. احكي لي بقى عن انا فريق العمل عندي ساعات يقولوا لي كده واحنا في جيش ايه اللي بتعمله ده. يعني قلت له يا جماعه والله اتعلمت كده درست كده واشتغلت كده فلازم اطلع. انا كان قدامي طريق سهل جدا ان انا اكمل هناك. انا اخترت طريق اصعب. لا انا هاقيم مؤسسه هنا تمشي بنفس النظام ودي حاجه من الصعوبه جدا. فمره مريض سالني قال لي يا دكتور ايه المركز ده وايه الاجهزه دي وايه الحاجه دي ايه اهم حاجه عندك في المركز ده. قلت له شايف الحيطه اللي وراك دي الشهاده دي اهم حاجه في المركز كله. قال لي ليه؟ قلت له الشهاده دي مكتوب فيها ان انا اصغر الحمد لله رب العالمين اصغر عضو عربي اشتغل في قسم الريستوراتيف في ادنبرا. اصغر اشتغلت فيه من وانا عندي 26 سنه. في جنب الشهاده دي شهاده ثانيه قلت له اقراها دي تهنئه خاصه من ويليام ساندر عميد جامعه ادنبرا. ويليام ساندر زي رئيس جمهوريه ادنبرا. الراجل ده بيقول اي وونا تو كونجراتوليت يو ان ا بيرسون. انا عايز اهنيك بشكل هناك صعيد على فكره. صعيدة انجلترا فعلا. قال لي ان اور فيوتشر مستقبلنا بايد الناس اللي زيك اللي بيخلصوا الاتشيفمنتس بتاعتهم بدري في سن صغير زي ده. فدي حاجه انا بفتخر بيها جدا. وعشان كده ناس كتير سالتنا ايه الفرق ما بين الشهاده الوهميه والشهاده الحقيقيه. ده صعب قوي. دي صعب. ده مش في الطب بس في كل حاجه في جميع الاقسام. في كل حاجه. صحيح. ايه الفرق بين الحاجه الحقيقيه والحاجه الوهميه؟ ايه الفرق بين الرياليتي والتقليد؟ دلوقتي المقلدين بيدعوا ان هم بيبتكروا شيء هم مقلدين وده شيء بغض الدكتورز. عار علينا ان احنا يتحط تايتلز على الشهادات وهي مش موجوده فعلا. نستغل ضعف ثقافه الشعوب او بنستغل ضعف الجهات الرقابيه ونكتب حاجات احنا ما نقدرش نعملها.
وأرجو أرجو أن المقلدين بس ما يبقوش عندهم بجاح. صحيح صحيح. ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم إبراهيم، تنورتني وسعدت بهذا اللقاء الممتع جدا جدا كالعادة والمنظم جدا. ردينا على معتقدات، صححنا هذه المعتقدات، ما صححناش بشكل نظري، احنا صححناها بشكل عملي. طيب. وكانت الصورة أبلغ من 1000 كلمة، دائما الصورة تكون أبلغ من 1000 كلمة. ويظل طب الأسنان عالم مثير، ويبدو أن الدكتور كتب له أن يكون شاهدا على هذه الإثارة الهامة جدا والنقلة الثقافية الخاصة بشباب وبنات الوطن العربي في فهمهم عن طبيعة الأسنان وأهميتها. أعتقد أن احنا قدمنا للشعب العربي شيء مهم جدا اسمه كيف تحصل على ابتسامة جيدة. ضيف العزيز نورني وشرفني النهاردة، وانتم كمان، بس خليكم مع الدكتور. قصة كده بس هنسمعها من أبطالها بدقة شديدة للغاية. محدش وقف معايا نهائي، كله اتقلب عليا، وأي حد يقول لي على أي حاجة أعملها، أي وصفة أجربها، تنفس كنت الأول بنهج، ركبي بتطقطق وأنا طالعة السلم، زي الغريق بيتعلق بقشاية، يعني الواحد حاسس إن هو ميت فعايز يطلع، حالة اكتئاب، أنا كنت ممكن أنزل كل شهر مرة من البيت. الصوت بيختلف. ضحكة بتبقى مختلفة. ايه اللي حصل عشان توصلي للوزن الكبير ده؟ الاكل بقى، عادات الاكل الغلط، ناكل وننام، ازاي تعملي عمليه زي دي انت اتجننتي، نروح بقى لدكاتره الدايت، من دكتور نسيب الدكتور ده نروح للدكتور ده، ونزيد ونطلع وننسى ونخس. فكره انه الانسان لازم يستوعب انه السمنة شيء خطير جدا بيعزله عن المجتمع. التطبيع على طريقه الاكل دي في خلال 12 شهر، ما هو اهم حاجه في يعني في مريض السن ان هو يشبع، هي اللي بتخلي العمليه تنجح على المدى البعيد. النفس اختلف، كل العمليات هتنزل في الوزن، ولكن لتطبيع السلوك وكيفيه التوائم مع هذا السلوك.